مصرية أصيلة جدا زي ما حضراتكم شايفين، بتتكلم بمنتهى من جواك، بتتكلم كل اللي جواك. يا طه معانا لسه ولا خلاص؟ ألو؟ لا خلاص الله. شكرا. محمد نرجع تاني بقى. كابتن علاء كلمك، السنة خلصت، كابتن علاء كلمك تاني، جه كابتن محمد فضل عندما كان مديرا للتعاقدات في النادي الأهلي كلم معاك مرة تانية، وبعدين بعدين بقى يعني اتكلم معاه امير، كلمني واتكلم مع الوكلاء بتوعي عبد الرحمن اسماعيل واسلام شحات، كلمهم والدنيا مشيت كويس فتره. خلاص يعني من 15 يوم كانت تقريبا الدنيا هتخلص. من 15 يوم الدنيا كانت احكي لي بقى هتخلص. 15 يوم دول، لان 15 يوم دول مهمين جدا 15 جدا يوم دول جدا. بصراحه صعبين جدا بالنسبه لي يعني. انا بص يا كابتن، انا ما عنديش مشكله، انت مش عايز تمشيني في النادي اقول لي انا اقعد في النادي. الناس طلعت اللي انا طلعت وقلت انا اهلاوي في لايف، الناس طلعت قالت اللي انا انزل صور بالتيشيرت الاحمر يا جماعه عادي، دي صوره انا لابس فيها. حتى لو انا مثلا قصدي اللي انا لابس تيشيرت احمر عشان خاطر النادي الاهلي، بس انا ما طلعتش قلت حاجه، انا بلعب في نادي وبحترم النادي اللي انا فيه. انا حتى انا لعبت في ام ب 11 سنه، عمري ما طلعت قلت اللي انا بشجع النادي الاهلي احتراما للنادي اللي رباني واللي انا لعبت فيه. فعملت كده، فاتفاجئت بقى، كنت بشوف حاجات كده غريبه في التمرين. المدرب وقف معايا كلمني بيقول لي انا مش محتاجك معايا فاستغربت. قلت له طب ليه وكده. مين اللي هو دي سابر؟ هو تقريبا واخد تعليمات تقريبا حاجه زي كده. فبصراحه اتكلمت معاه، هو بيقول لي انا بتكلم معاك صريح ودغري. قلت له لا انا بحب كده تمام. فقال لي انا برشح لك انك تروح نادي الزمالك لان انا في لا لا لعيب. معلش، واحده تاني، واحده واحده. هو سباستيان دي سابر قال لك انا برشحها لك هو تروح. واقف معايا وكده بيتكلم معايا، فقلت له انا لحد دلوقتي معاك في النادي، انا ما روحتش اي مكان، ماليش دعوه بالسوشيال ميديا والكلام الناس بتقوله، انا لسه في النادي اتعامل زي اللعيبه، وانا في التمرين لو حسيت ان انا مختلف او مخالف في اي حاجه نفذ عليا اللائحه والكلام ده كله. مظبوط. قال لي تمام واقتنع بالكلام وكل الكلام ده كله. بس هو اتفاجئت بقى، بيقول لي انا جايب 3 لعيبه من المنتخب عندي. والله يا كابتن بقول لك كل كلمه فعلا قالها لي بالظبط. يعني حتى المترجم اللي ترجم ده واحد صديقي وصاحبي جدا في النادي. فقال لي انا برشح لك انك تروح نادي الزمالك عشان انا محتاج حد من هناك على ابراهيم حسن. فانا رديت عليه بصراحه، قلت له اوكي ماشي تمام وسبته ومشيت. فطلعت بره الاوضه، قعد معايا عمرو بسيوني في الاوضه. قال لي انت عايز تروح فين؟ قلت له انا قلت لك مين انا عمرو بسيوني؟ وكيل في النادي عندنا، مدير التعاقدات في بيراميدز. فخدني في اوضه كده قعدت معاه بتاع نص ساعه، فضلت اتكلم معاه وكده. قال لي انا عايزك تروح الزمالك عشان في كذا كذا. قلت له بص انا مش رايح غير الاهلي يا اما قاعد. قلت له لو مش هروح الاهلي انا قاعد. قال لي خلاص اقعد. قلت له ماشي انا موافق. قعدت اتمرنت، باجي مع التمرين الفرقه طلعت معسكر، اتفاجئت اسمي مش موجود في المعسكر، ولا اتكلمت مع حد ولا سالت. انا قبليها كلموني اسلام وعبد الرحمن قالوا لي انت مش في معسكر. قلت لهم ولا الهوا عادي وجهه نظر وانا موجود. بقيت اروح اتمرن يا كابتن اسلام كل يوم، الاقي نفسي رايح اقابل العمال. العمال والله. يا جماعه فين الناس اللي مفيش مدلك؟ مفيش دكتور. الدكتور جه مره واحده وما جاش 3 ايام. مفيش اي حاجه. جابوا لنا مدربين من الناشئين مرنوا. قلت لهم تمام اتمرنت، ولا برضو اتكلمت ولا ما عملت مشاكل، رحت التزمت. ويقولوا الساعه 1 مرنت مع العمال. مش العمال هم بس اللي بيبقوا موجودين، اتنين تلات لعيبه ناشئين بس. كنا تقريبا 5 لعيبه او 6 لعيبه. رحنا كنت كل يوم اروح النادي في نفس الميعاد اللي هو يقولوا عليه واللي هم يكتبوه، وكنت بروح اخلص تمرين وراح، ولا اتكلمت مع حد ولا عملت مع حد لحد ما الدنيا لقيتها ماشيه كويس. الناس بتكلمني كتير في النادي الاهلي، قلت لهم يا جماعه انا معاكم. كابتن سيد عبد الحفيظ كلمني بصراحه، يعني دي المكالمه اللي خلتني برضو اتمسك اكتر، اللي انا مش هقعد في بيراميدز، اللي انا هروح النادي الاهلي. وساعتها الحمد لله خلصت، وكابتن سيد كلمني وامير كلمني، والحمد لله خلصت وقدرت ان انا اجي النادي الاهلي يعني. معلش هنرجع تاني لل 15 يوم دول، لان انت شفت حاجات. انا عارف بيبقى في الجو ده وفي الحاجات دي بيبقى من جواه كده متضايق. طبعا. لكن انت ما كنتش متضايق، لان انت حاسس ان انت هتيجي النادي الاهلي. انا بصراحه يا كابتن كنت بص عندي امل كبير جدا في ربنا اللي انا هروح النادي الاهلي، عشان زي ما قلت لحضرتك خاطر ابويا وامي. كنت انا حاسسهم وما بسمع صوتهم في التليفون كنت، وقرايبي كنت بحس ان الناس كلها
نفسها ان انا اروح نادي الاهلي بالظبط. فبصراحه فلما قال لك ديسابر واستاذ عمرو بسيوني قالوا لي كده بنرشح ليك الزمالك، طبعا هم شايفين من وجهه نظرهم ان هم عايزين ابراهيم حسن طبعا، دي حاجه تحترم حاجة بس انا برضو ليا رغبه وتحترم هم بصراحه. لما قلت لهم لا انا مش ولا قلت اهلي ولا قلت حاجه، قلت انا مش لا خلاص انا هقعد معاكم في بيراميدز. فطبعا اتفاجئت اللي فيه فلوس مخصومه مني بالنسبه للمشاركه عشان ماتش. طبعا لما قال لي روح الزمالك وهديهم لك، لا والله العظيم وفعلا لما جيت الاهلي ما خدتش الفلوس. انا الحمد لله دلوقتي في النادي الاهلي وما خدتش الفلوس، بس عادي خلاص انا موافق. بس ما حدش هيخصبني على حاجه انا مش عايزها يعني. انا اتملي الحاجه اللي بعملها او اللي انا عايزها هي اللي بعملها. لا خلي بالك، هو برضو عشان برضو ما نظلمش الناس. لا مش بظلم حد، لا انا مش انت، انا بتكلم على الناس اللي بيسمعوا، جمهور النادي الاهلي اللي بيسمعك دلوقتي. خلي بالك انت عندك جمهور بالملايين دلوقتي بيسمعك وبيتفرج عليك. خمس دقايق بالظبط وهتلاقي نفسك هقول لك دلوقتي بس لما لان انا كل ما بفتح بلاقي 2000 3 زياده 2000 3 زياده على الصفحه. وبالتالي اكيد ليهم عايزين هم ابراهيم حسن باي طريقه، وبالتالي عايزينك انت بقى وهم هناك اكيد في الزمالك عايزينك. فعشان كده هم كانوا عايزين صفقه تبادليه اللي انا اروح هنا وابراهيم يجي هنا. فقعدت كلمني ناس كتير وقلت لهم يا جماعه انا بامر الله ان شاء الله مش هلعب غير في الاهلي او اي حد يتمنى يلعب في الزمالك طبعا، لكن انا ده كان حلمي وحققت حلم ناس كتير غلابه في بلدنا، ناس طيبه جدا كان امنيه حياتهم اللي هم يشوفوني هنا في المكان ده. وانا طبعا عارف وشايفهم وحاسس بيهم اللي هم مبسوطين دلوقتي. فدي بالنسبه لي بالدنيا كلها. طيب